مساء الخير يا ثورة. أولا والقانون فوق الجميع، وأكيد إحنا لينا ميادين تانية لثورات جديدة بعد ما خدنا بالفعل ثورتين بالمعنى الحقيقي. يعني عندنا معنى مختلف مغاير للثورة، وهي ثورة اقتصادية وتنمية في التعليم والصحة، وثورة قانونية، كلها من الموضوعات اللي إحنا مهتمين بها. طبعا بنركز على جوانب مختلفة بس من وجهة النظر القانونية، من المدخل القانوني. إن هذا الاستثمار عجلة مهمة جدا كلنا بنطمح ليها، ويا رب تكون فتحة خير على مصر. والحمد لله يعني في أخبار بتساند وبتدعم الثورة التكنولوجية والصناعية والاستثمارية المفترض تكون موجودة، منها محور قناة السويس، منها الاكتشاف الكبير للغاز الطبيعي في مصر. كلها مش هتحصل ولا هتكون إلا بمساندة تشريعية وقانونية قوية جدا، محكمة جدا، واعية جدا، قادرة إنها تنافس على المستوى الدولي. بعد زيارة الرئيس السيسي للصين والسنغافورة وعدد من الدول، أكيد لازم نتكلم على القوانين اللي بتسند الجانب الاستثماري في مصر. هل هتتحمل هذا الكم المتوقع والمأمول من الاستثمارات ودخل تريليونات لمصر ولا لا؟ احنا محتاجين إعادة نظر في منظومة التشريعات الموجودة عندنا. وشرفنا النهارده سيادة المستشار عبد العاطي مغاوري، رئيس لجان التعاون الضريبي وزارة المالية ومحاضر بمراكز التدريب الضريبي. اهلا وسهلا بحضرتك، مشرفني. اهلا بيكي وتحياتي ليكي وكل السادة المشاهدين. شكرا يا فندم. عايزين ذا تعليق بس يا فندم، عايزين نفهم بعض المصطلحات كده من الناحية الاقتصادية اللي ليها اكيد ظلال على الناحية القانونية من وحي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وطبعا متصدر المنشطات كلها النهارده برفع معدل النمو. لا بس لو تسمحوا لي بعد الفاصل. كل المنشطات تقريبا السيسي دعم على رفع معدل النمو الى 7.5%. الشركات الصينيه ترحب بزياده حجم الاستثمارات والتصنيع في مصر، ده اللي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيشهد اليوم العرض العسكري الضخم ميداني السماوي في قلب كين، وذلك احتفالا بالذكرى السبعين انتصارات الصين في حرب العالمية الثانية، تلبية لدعوة الرئيس الصيني. وبيشارك العرض لأول مرة سرية حرس شرف من القوات المسلحة المصرية ضمن قوات 17 دولة أجنبية بحضور 30 من زعماء العالم. طبعا دي فرصة جيدة جدا للترويج الاستثماري في مصر، وكان من وحي هذه الزيارة هذه التصريحات اللي بيعمل عليها الرئيس السيسي مع المؤسسة يعني اللي بتسنده، وده يمكن ربما الهدف الاساسي من هذه الزيارات المتعدده. عايزين بس نفهم من حضرتك، يعني رفع معدل النمو الى 7.5 هو دلوقتي كام؟ ويعني ايه استقرا لنا هذا الرقم؟ يعني ايه نوصل الرقم ده ل 7.5؟ وهل الرقم ده يعني رقم مأمول، يعني رقم مهم وكبير، ولا لا احنا نظرا لظروفنا احنا مضطرين نقبل بهذا الرقم الحين يعني تظبيط الامور اكثر؟ الاستثمار 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 كلمة السر في اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة او دول نامية زي الدولة بتاعتنا كده. احنا بقالنا كام سنة بنعاني عجز في الميزان التجاري، عجز في الناتج القومي، عجز في جذب رؤوس الاموال. انا عاوز احقق النهاردة معدل نمو زي ما صرح الرئيس السيسي 7.5%. هذا المعدل هو هدف لخطة تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في خلال السنة دي والسنوات القادمة. علشان احققها انا محتاج لرؤوس اموال كبيرة، لان زي ما بقول لحضرتك انا المشكلة عندي، انا عندي عجز في الاموال اللازمة. فزيارته لسنغافورة، زيارته للصين، زيارته لروسيا، زيارة لاي دول، الهدف منها هو جذب استثمارات. والبعض ما يتخيلش ان الاستثمارات مش هتستفيد منها الصين كدولة متقدمة من مصر، لا، الصين بتكسب سوق مصري لمنتجاتها ومشروعاتها واكتساب رؤوس الاموال اللي هيحقق مصالح مشتركة بالنسبة للدولتين. فالاستثمار يعني الفايدة متبادلة متبادلة، ولازم نتحاور في استثماراتنا او في جذب استثماراتنا على هذا الاساس. لذلك رفع معدل النمو في خلال هذه الفترة ل 7.5% إذا تحققت، فهذا معناه أن الناتج القومي سيزيد بنفس المعدل، هخفض عجز الميزان التجاري الموجود، هخفض عجز الموازنة، لا بد أن ينعكس
على خطة التنمية الاقتصادية على المواطن العادي، سواء من حيث الدخول، سواء من حيث الخدمات، سواء من حيث كل مرافق الدولة اللي بيعاني منها المواطن المصري، الصحة، التعليم، الطرق والمواصلات، السياحة. كل هذه الزيارات هو الهدف منها جذب رؤوس الأموال. جذب رؤوس الأموال لأن زي ما بقول لحضرتك أنا عندي مصادر أموالي هنا بقت في الضرائب وبعض المساعدات، فهنا المبالغ الموجودة عندي ما تحقق ليش طموحاتي كدولة في تحقيق المشروعات اللي أنا عاوز أحققها. ومن هنا كانت الزيارة الهدف منها ده مساعدة الدولة في تحقيق معدل النمو اللي أنا عاوز أوصله. 7.5 حضرتك يعني شايف أن الرقم ده رقم هذا الرقم هذا الرقم يعني استقرأ لنا وحطينا الرقم ده في عالم الاقتصاد بيكون في أي مكانة؟ بص يا سيدتي، 7.5 ليس بالمعدل العالي أو المعدل الكبير أو اللي يحقق الرفاهية، ولكن في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدولة خلال هذه السنوات أو معدل النمو فيها كان وصل ل 2%، يعني كان ضعيف جدا. فمعنى ان انا ارتفع به حتى من 4 لـ 7.5 ده يبقى معدل ممتاز جدا، بس التحقق لابد ان نعمل على تحقيق هذا المعدل. والمعدل ده لن يتحقق بزيارة الرئيس، زيارة الرئيس هي الخطوة الرئيسية، ولكن ليس معنى ذلك كل اجهزة الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تحقيق هذا المعدل، ولابد من التعاون والتكامل الرؤية بين كل أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف. طبعا. إن لم يحدث هذا فإحنا هنفضل في وضعنا الحالي. حضرتك قلت أكتر بس من مصطلح كده عايزين نفهمه للسادة المشاهدين بشكل بسيط، عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري. تمام. عجز الميزان التجاري ببساطة كده معناه إيه؟ أن الواردات بتاعتك أكتر من الصادرات. واحنا شعب مستهلك ببساطة كده. ده معناها لان انا بستورد اكتر من 70% من حجم الميزان التجاري بتاعي. الصادرات بتاعتي ضعفت اقل من مليار، اقل من مليار في خلال هذه السنوات. ده معنى عجز الميزان التجاري. فالميزان مايل كتير قوي ناحية الواردات، ناحية الاستيراد. استيراد. وبالتالي فبتلاقي ارتفاع سعر العملة، سعر العملة زيادة التكلفة. ما بقيناش مجتمع منتج يصدر، ده احنا كنا زمان بنشتهر بالقمح والقطن. يعني نصدر قمح ونصدر قطن. ما هو حضرتك مشكلة منتجات قطنية. المواد الخام الرئيسية. يجب ان احنا نعمل كدولة دلوقتي، لازم فترة من الفترات اقول المواد الخام ما صدرهاش طالما انا هستخدمها في المنتج المحلي جوه. لا يمكن اصدر ثم ارجع استورد تاني ده بسعر عملة اكبر. صحيح. هذا ليس فكر سليم. طبعا. يعني ما صدرش المادة الخام وارجع انا ادور عليها علشان اشغل المصانع بتاعت اللي واقفة. صحيح. فهنا الاولى بي ان المواد الخام الرئيسية اللي انا استخدمها في صناعات انتاجية، ثم لما انتج ده معناها زيادة معدل النمو اللي احنا بنقول عليه. معدل النمو لما يزيد معناها ان الارباح بتزيد، معناها ان الناس بتتحقق التنمية كما هي ترجوها او تتمناها في هذه الدولة. عجز الموازنة احنا اتكلمنا عنه قبل كده بس ربما حد ما كانش متابعنا. يعني عجز الموازنة هو نفس الكلام زي حضرتك، موازنة الاسرة كده، انت في البيت دخلك محدد هو دخل الاسرة، انفاقاتك بقى كلها هو دي الانفاقات. فاذا زادت النفقات على الايراد اللي جاي لك فمعناها ان في عجزك موازنة الاسرة. هكذا موازنة الدولة لها موارد ولها استخدامات. موارد الدولة زي ما قلنا 70% واكثر من الضرائب ايا كانت انواعها، ثم 30% بعض المنح وبعض المساعدات وبعض الرسوم. فهنا في هذه الحالة لا يمكن ان انا اعتمد بشكل اساسي في دولة ترغب في الاستثمار وترغب في تحقيق اهداف التنميه ويظل الايراد بتاعي 70% من الضرائب فقط. هنا تنويع مصادر الانتاج ثم تنويع مصادر الصناعه معناها زياده المنتج، معناها زياده معدل الناتج المحلي ومعدل النمو فيه، معناها زياده موارد الدوله عن نفقاتها. يبقى في فائض، هذا الفائض استخدمه في تحقيق كل الخدمات والمصالح للمواطن المصري. تمام. نأمل يعني ان يكون ده متحقق وانه بتسنده وبتدعمه منظومة تشريعية اولا محكمة جدا واعية جدا
وقدرة على استيعابها أو لها قدرة الاستيعاب والامتصاص للمشروعات الاستثمارية اللي زي ما قلت لحضراتكم مفترض ومتوقع ومأمول أنها تكون بالمليارات والتريليونات. أكيد إحنا محتاجين قوانين مرنة، قوانين كمان مهمة قوي يعني تدعم وتحافظ على مصالح الجانب المصري، لأن هيكون في شراكات مع دول أجنبية، بس لازم نحمي مصالحنا كمصريين، لازم يكون عندنا مهارات تحكيم دولي مهمة قوي. كلها من الموضوعات طبعا ان احنا هنتكلم عنها، قوانين استثمار هل فعلا بتدعم ده وتساند ده ولا لا. طبعا سمعنا يا فندم ان في متوقع مشروع قانون خاص بإدارة قناة السويس لوحدها منفصلة، يعني في يعني احنا في انتظار صدوره قريبا. لكن التعديلات الضريبية بقى والاستثمارية وازاي قوانين بتحكم ده، وهل القانون ده فعلا هيساعدنا على فكرة جذب الاستثمارات ولا هيكون عامل لدفع هذه الطاقة وهروبها من مصر، كلها من الموضوعات اللي احنا هنتكلم عنها. لو تأذني يا سيادة المستشار بعد الفاصل تفضل. مفيش أدنى فكرة يعني أدنى شك عفوا إنه الاستثمارات هي ترس كبير جدا ومهم ومحوري في تقدم أي مجتمع من المجتمعات، خصوصا مصر اللي بتحتفل بوجود محور جديد لقناة السويس. وده فتح لنا باب أمل كبير جدا إن هيكون أو هتكون المنطقة دي مش بس معبر دولي عالمي، لكن هتكون مركز تجاري صناعي استثماري ضخم جدا عالمي. فهل المنظومة القانونية بتساعد ولا لا بتعرقل؟ مش خافي طبعا، الاستثمارات طبعا هي امل يعني معظم الدول اللي بتكون شايفة انه لابد ان يكون هناك طفرة وسريعة في مجتمع. مظبوط تمام حضرتك. التشريعات الضريبية او التشريعات القانونية الحكمة لأوضاع الاستثمار في مصر تطورها بدءا من القانون 43 لسنة 74 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي، ثم هذا القانون كان هدفه، وعلى فكرة التشريعات الاستثمارية هي بتعكس رؤية الدولة للاستثمار، هل هي بتشجع، هل بتتحفظ طبعا. هل في توازن في بين طلبها في الاستثمار وبين ما تؤديه له من ضمانات وحوافز ولا لا. لو جينا يعني مؤشر التشريعات والقوانين في اي مجتمع باي دوله طبعا مؤشر ان هي بتشجع الاستثمار طبعا. تمام. فالقانون 43 لسنه 74 ده كان بيعتبر ان مجرد ان انت تحولي اي فلوس من بره عن طريق احد البنوك المسجله في البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشروعات في مصر، هو ده كان بيعرف المال المستثمر، ما كانش بيعرف الاستثمار بكلمة عامة، ولكن كان بيعرف المال المستثمر بأنه تحويل أموال نقدية من الخارج عن طريق أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لتحقيق مشروعات اقتصادية في مصر. فضل هذا المفهوم لحد ما انتقلنا للقانون 230 لسنة 89. هذا القانون مش على نفس الخط، ولكن بدأ يجيب بعض الحاجات، يغير في بعض المنظومة، ولكن الهدف الأساسي كان هو ده برضه. لحد ما جينا انتقلنا بعد ذلك لقانون 8 لسنة 97 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. ميزة هذا القانون انه حاول يحدد للدولة ايه المجالات الاستثمارية اللي المستثمر اللي يستفيد بالمزايا والضمانات دي في القانون ده لازم يشتغل في المجالات دي المنصوص عليها في المادة واحد، حدد مجالات الاستثمار. وهي اهداف بتمثل للدولة، هي اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية استراتيجية للاستثمار. احنا محتاجين الاستثمار في المجالات دي علشان احنا محتاجين والله ده فكر مستنير جدا. بدأ في هذا القانون، كنا نلاقي في القانون 230 243 مدي، هتلاقي في قانون اسمه قانون المجتمعات العمرانية الجديدة 59 79 كان مدي اعفاءات، كان قانون التأجير التمويلي 95 لسنة 95 مد إعفاءات، كان عندنا قانون التعميم في مد إعفاءات،
كان عندنا قانون منشآت سياحية والفندقية واحد لسنة 93 مدي إعفاءات للمنشآت السياحية. ففوجئنا الدولة المشروعات تتمتع بتناقضات مختلفة من الإعفاءات، وسياسة الإعفاءات دي هنتكلم عليها بعد كده. فبدأت الدولة تتوجه ان في القانون ده من يديد تحاول تحدد مجالات الأنشطة اللي تشتغل فيها، وفي نفس الوقت تحدد الإعفاءات بدل هي متناسبة ومتنافرة مع بعضها القانون مختلفة في هذا القانون اللي صدر في 12/5/97. فضلنا بهذا القانون وتعديلاته لحد حضرتك بالضبط في 12/3/2015 صدر القانون القرار بقانون قرار رئيس الجمهورية بقانون ده 17/2015. هذا القرار بقانون يحقق طفرة في مجال الاستثمار، ويجعل المستثمر المفروض ان بعد الضمانات والحوافز والمزايا الموجود في هذا القانون ان ياتي المستثمر سريعا ومهرولا الى مصر. ليه حضرتك قلت طفره؟ علشان المزايا والعفاءات المزايا والضمانات الموجوده فيه للمستثمر يا استاذه. لما موجوده من قبل يعني؟ ايوه، لما انا اقول في الماده 12 في هذا القانون او القرار بقانون اقول انه اي مستثمر يجي ايا كانت جنسيته وراس ماله يتمتع بمزايا هذا القانون ويتملك الارض في مصر في اماكن محدده بيصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه. ما برضه يتملك يعني اراضي في مصر دي. بص حضرتك، ما عليها تحفظات محدد، هي عليها تحفظات، ولكن صحيح ان ما كانش بيسمح بيها في كل قوانين الاستثمار السابقه اللي قبل كده، ولكن لما قال في مناطق محدده يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه بناء على قرار من رئيس الوزراء، لا يبقى حضرتك يعني مش مناطق استراتيجيه ولا تهدد الامن القومي ولا مش كل المناطق اكيد هيبقى لها شروط محدده. بس حتى ولو هي ارض مصريه مفترض تكون المصريين في الاول وفي الاخر. لا ما فيش هو انا الاستثمار ده انا بعمله مستثمر اجنبي فقط؟ لا حضرتك، لا اقصد المستثمر يعني الاجنبي الاستثمار. فكره التملك يعني ممكن يستثمر زي ما هو عايز، لكن فكره التملك دي بنتحفظ عليها شويه. لا ده انا هقول لحضرتك حاجه، لو جيتي في الباب الخامس اللي اضافه في هذا القانون في التعديلات بهذا القرار بقانون عمليه تخصيص الاراضي. التخصيص الاراضي ادى فيها وسيله التاجير او البيع او التاجير المنتهي بالتملك او بحق باستخدام حق الانتفاع او بالمشاركة الجهة نفسية المالكة للأرض في المشروع بحصة عينية. إذا كل الحوافز والمزايا غير الحوافز المالية والضريبية اللي هنتكلم عليها بعد كده اللي شجع بيها في هذا القانون. إذا الضريبة دائما هي مصدر دائم للتنمية، ده ومفهوم عاوز أأكد عليه. الضريبة لا يمكن أن تختلف مع مفهوم الاستثمار والتنمية. أنا بقول لحضرتك النهاردة أنا دولة رغم أن أنا بعاني من عجز في الميزان التجاري وعجز في موازنة الدولة، إلا أني الموارد اللي عند الضرائب أنا بستخدمها في الاستثمار فيه. لما أدي أجور ومرتبات فهو استثمار في العمالة البشرية. لما أدي في الاقتراض أسدد القروض أو الديون المحلية والأجنبية فأنا أصلا تعليم وصحة واستثمار. ولكن لابد من إعادة أبواب موازنة الدولة فيما يتعلق بالاستثمار، لأن لما حدد بس إعادة أبواب موازنة الدولة إعادة هيكلة أبواب موازنة الدولة، لأني معنى أن أنا أخصص بمعنى إيه 25% فقط للاستثمار، هذه نسبة ضئيلة. حضرتك عايز يعني تغيير نوعي لتوزيعة الاختصاصات اللي في الموازنة بالضبط. يعني الاستثمار لابد أن يكون هو النسبة الأكبر علشان احقق عائد وفوائد واحقق معدلات اخفض معدلات بطاله. يمكن الاستراتيجيه انه يعني الاستثمار الخارجي ويعني ودخ رؤوس اموال تكون بشكل منفصل، يعني علشان كده يمكن ربما في ترويج للمنطقه والزيارات المتعدده للرئيس كلها علشان يكون في رافض لدخ الاموال مسانده الاستثمار بعيدا عن الموازنه اللي في الاساس هي مكبله بكثير جدا من المسؤوليات والمهام. انا لا انكر هذا. الاستثمار ايا كان نوعه ايا كان شكله ما احنا هنتكلم برضو عن انواع واشكال الاستثمار. حضرتك انواع واشكال الاستثمار اذا احنا قسمنا الاستثمار لمصدر راس المال فهقول استثمار محلي واستثمار اجنبي، يعني استثمار وطني واستثمار راس المال.
حسب المصدر بتاع الأموال بتاع الاستثمار اللي هتمول يعني المستثمرين وكبار رجال الأعمال والشركات المالتي ميديا كل كل والمتعددة الجنسيات والمتعددة الجنسيات كلها دي استثمار رأس مال محلي محلي يعني رأس المال بتاعي جاي من جوه البلد من المشروعات والشركات والبنوك ايا كان مصدر التمويل بتاعها. الاستثمار الاجنبي معناه ان جاي لي مباشر من بره. فايا كان نوع الاستثمار اللي انا بستخدمه هذا القانون وضع لتحفيز. يعني هما نوعين بس استثمار رأس المال. لا حضرتك ده بالنسبة لو قسمنا الاستثمار حسب مصدر رأس المال. تمام. لو قسمنا الاستثمار حسب الغرض بتاعه او الهدف بتاعه في استثمار اقتصادي، في استثمار اجتماعي، في استثمار اداري. يعني انا لما اقول لك انا عاوز اطور التلفزيون اما هو استثمار اطور التلفزيون سواء من حيث مبنى او امكانيات او معدات او حتى افراد فهذا استثمار. لما اجي اقول انا عاوز اطور جهاز الشرطه، عايز اطور وزاره الدفاع، عايز اطور وزاره الماليه، فهذا كله استثمار. فاهمه حضرتك المشكله فين؟ ان انا كدوله هذا الاستثمار المحلي مش مغطيني الموارد ليه، فبلجأ للاستثمار الأجنبي. نيجي بقى شكله او نوعه، في استثمار مباشر وفي استثمار غير مباشر. الاستثمار المباشر معناه ان انا جاي بوجه الاموال اللي جايه من بره لانشاء مشروع جديد او تكمله مشروع كان موجود ولا مشتكل مباشره على طول، فده اقول عليه استثمار مباشر. غير مباشر اللي هو زي الاستثمار في الاوراق الماليه وزي الاستثمار في العقارات وخلافه. فحضرتك الاستثمارات حسب الغرض وحسب النوع او الشكل وحسب مصدر رأس المال. حضرتك بتقولي ان القاعدة التشريعية بعد قانون 17 سنة 2015 لا اصبح فيه طفرة كبيرة جدا في مجال الاستثمار في مجال التشريع في هذا القانون في هذا القانون. والقانون والتشريع لا يستكمل الغرض او الهدف منه الا بالتنفيذ. طبعا ده وضع طبيعي. اذا لم انفذ ما هو موجود في هذا القانون فزيه زي القوانين السابقه سيهجم. واسمح لي يا استاذ المستشار، مش بس القانون ده، يعني مش التنفيذ في القانون ده بس طبعاً. لان الاستثمار بيتاثر بشكل او باخر مدى انضباط المجتمع ككل، تنفيذ القوانين كلها حتى الاحوال الشخصيه. تمام. ممكن انها تاثر على ده. ده مش ممكن، ده اكيد. ده اكيد لازم تأثر. ده قانون المرور ممكن ياثر على الاستثمار. حضرتك لازم يا سيدتي قانون المرور زي ما انت بتقولي لازم ياثر. العناية الصحية والطبية لازم تأثر. الطرق، حالة الطرق لازم تأثر. طبعا منظومة كاملة. المنظومة الجمركية والضريبية لازم تأثر. ولكن أنا سايب الموضوع ده لحد ما ننتقل لنقطة الحوافز الضريبية بقى الموجودة في هذا القانون عشان أتكلم عن علاقة الضرائب بالاستثمار. طيب هو محتاجين بس يعني هو المستثمر محتاج إيه علشان يستثمر في أي مش مصر بس، في أي مجتمع من المجتمعات؟ هل بس منظومة قانونية بتتيح له الحوافز والتسهيلات والإعفاءات ولا محتاج حاجات تانية؟ شوف يا سيدتي، أي مستثمر سواء مصري أو أجنبي عشان ياخد قرار بالاستثمار في مجال ما أو ينقل رؤوس أمواله اللي بتتعرض لمخاطر سواء كانت تجارية أو غير تجارية، في ثلاث عوامل أساسية لجذب الاستثمار. إيه العوامل الأساسية دي؟ إن أنا أوفر البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار. البيئة والمناخ معناها إيه؟ من ضمنها التشريع طبعا، من ضمنها الإدارة. أيوة من ضمنها الإدارة اللي الإدارة دي تحط عليها مليون خط بالظبط. من ضمنها الإدارة، من ضمنها كل النواحي الاقتصادية والوضع السياسي. الوضع السياسي في المجتمع للأمن. على فكرة كل الأمن ليس لوحده يحقق الوضع السياسي، وليس الجيش لوحده يحقق الوضع السياسي. الوضع السياسي هو كل منظومة الدولة اللي انت بتعمل فيها. هل النظام السياسي الموجود بيعمل بالحقوق والحريات ولا لا؟ هو المستثمر بيدور على كده على فكرة. ما عادش موضوع الإعفاءات الضريبية هو الأساس عند المستثمر. لا انا هقول لحضرتك بعد كده انه مش ليس الإعفاءات الضريبية هي الجاذب للاستثمار. الجاذب للاستثمار هو المناخ المناسب. المناخ حتى وزارة العدل مسؤولة عن تحقيق الاستثمار، لأنه حينما أتأخر في الفصل في قضية أو طبعًا. في منازعة معينة فأنا بتأخر في جذب رؤوس الأموال، وهذا المستثمر بيفقد ثقته في هذا طبعًا. المال طبعا أكيد فعاوز يضمن أن أمواله دي ما هو مخاطرة طبعًا. عشان ينقل لك أمواله من الصين، أمواله من أمريكا، من أي دولة. وبعد كده دي مش أموال بسيطة، ده ضخ مليارات بالزبط. وتريليونات فلازم يعني. والتأخير يبقى هيكلفه كتير. يبقى إذن إحنا المناخ
لابد من توافر بيئة مناسبة ومناخ مناسب للاستثمار. دي احد العوامل الاساسية اللي مش انها بياخد قرار الاستثمار في دولة او لا. البند الثاني اللي بيجذب الاستثمار هو مدى توافر الضمانات لهذه الاموال. يعني هل انا هأمن على هذه الاموال في هذه الدولة ام لا؟ هأمن عليها ام لا؟ انت وفرت له ايه الضمانات عشان يجيب امواله دي ويجي هنا؟ يبقى في ضمانات قانونية لابد ان تتوفر لهذا المستثمر. الشرط الثالث لجذب الاستثمار هو الحوافز المالية والضريبية. بقى الحوافز المالية والضريبية اللي تخليه يحقق اقصى عائد او ربح ممكن، لانه الراجل ده مش جاي يجيب لك امواله كده عشان سواد عيوننا هنا في مصر. الراجل ده جاي عاوز يحقق ارباح مرتفعه من هذا الموضوع، فلازم احنا نديله حوافز ماليه وحوافز ضريبيه لتشجيعه لتحقيق هذا العائد، وبالتالي نجذب رؤوس الاموال. دي عوامل اساسيه لجذب الاستثمار في اي دوله، عشان المستثمر ايا كان وطني او اجنبي ياخد قرار بالاستثمار في مصر. طيب يعني الموضوع زي ما بقول يعني هو حلقات متصلة منفصلة، مفيش أبدا انفصال ما بين تنفيذ القانون، فكرة العدالة الناجزة، عن نجاح في استثمارات ضخمة جدا زي اللي احنا بنعملها. عايزين نشوف الضرائب المدفوعة مقابل الخدمات، وطبعا أنا عايزة أتكلم على فكرة الضرائب وعلاقتها بالاستثمار. حضرتك قلت لي انها يعني عامل محرك اساسي في الموضوع، بس كمان الضرائب علشان تكون محصله بشكل كامل لازم يكون ليها في مقابلها خدمات الناس حاسه بيها. احنا نزلنا للشارع علشان نعرف الموضوع ده، لو تأذني حضرتك نسمع ارائهم ونرجع مره تانيه لحضراتكم. هناك الكثير من الضرائب التي تقوم مصلحة الضرائب بتحصيلها من المواطنين، وفي المقابل من المفترض أن تقدم الدولة أو الحكومة خدمات متعددة للمواطنين نظير جمع هذه الضرائب. من هنا نسأل، هل هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين نظير دفعه الضرائب هي بالفعل خدمات متميزة أم أنها غير ذلك؟ الضريبة اللي هي بتحصل من التجار ومن الافراد، ثلاث ارباع الشعب بيطلع ضرائب، غير حتى الهواء بنطلع عليه ضريبة. لكن هي منظومة يعني ايه، محتاجة تعديل، محتاجة تطبيق القانون بايد من الحديد. ليه؟ في كتير جدا هربان من الضرائب وما بيدفعش ضريبة، زي كمان ان الدولة بتوظف هذه الاموال في اماكن غير اماكنها. فاحنا محتاجين منظومه، المنظومه دي تتعدل، ويبقى في جزء على المواطن ان هو ما يتهربش من الضريبه، لان دي واجب عليه، يجب يدفعها للدوله، لان الدوله بتعمل مشروعات، بتعمل مستشفيات، بتعمل طرق. على الدوله انها تستفيد بهذه الاموال وتوجهها التوجيه الصحيح. الضرايب بتدفع من المواطن المصري على اساس ان يكون مقابل لها خدمات. الوحيد اللي منتظم في الضرايب هو موظف الحكومه، اللي بينخصم منه الضرايب دي من المنبع. هذه واحدة. الضرائب اللي بتتحصلها الحكومة ولو كانت قليلة، في بيتهرب منها رجال التجارة ورجال الأعمال وبعض رجال كتير، مع ان الضرائب واجب قومي، لأن الحكومة ما بتاخدهاش تحط الضرائب دي في جيبها، تاخد الحكومة دي بتاخد الفلوس بتعمل بها مستشفيات، بتعمل بها طرق، بتعمل بها مشروعات، أهي إلى حد ما بتساهم في المعيشة في الشعب المصري. الموظف البسيط بيستقطع منه ضرائب، المفروض بقى المواطن البسيط بقى يلاقي إيه؟ في مسكنه، المية، الصرف الصحي، طبعا اللي بتشوفها في شوارع مصر كلها طفحه، لا ما بي في في الزباله، الخدمات، الشركات اللي بتعضوا عليها في شركات الزباله، ومع انهم بيحصلوا برضك من النظافه، لا الطرق اللي انت حضرتك بنمشي عليها، الطرق دي المفروض دي ابسط حقوق البني ادم، الطريق اللي هيمشي عليه لا متكسر، بيبقى نص الحوادث بتاعت جمهوريه مصر العربيه بتسببها الطريق. الخدمات بتتمثل في يعني الدوله مثلا المفروض التعليم، الصحه، كل حاجه بتخص الانسان. للاسف ما فيش اي حاجه، الدوله النهارده رافعه ايدها من اي حاجه، تجمع ساعات ضرائب لكن هل لها مردود على المواطنين؟ النهارده هل في تعليم؟ النهارده كل حاجه بالفلوس، الصحه النهارده كل حاجه بالفلوس. فمساله انفاق الدوله على الحاجات اللي هي تخص افراد الشعب لا في للاسف يعني.
طبيعي جدا الناس تكون متوقعة ان طالما هي ملتزمة وتدفع الضرائب ان يكون في المقابل خدمات هي حاسة بيها. الحقيقة ان الناس لا، لسه لغاية دلوقتي مش حاسة ابدا ان في مردود خدمي محترم كريم يحقق للناس حياة كريمة، سواء في التعليم او في الطرق، في الصحة، وبالذات الصحة دي مهمة قوي، التعليم طبعا، مش لاقيين المقابل ده. تعليق حضرتك على ده ايه؟ تعليقي وان كان اراء بعض الاخوة المواطنين اللي قالوا ان الضرائب ما فيش لها مقابل خدمات، انا بقول ده احساسهم او تجربتهم. والله هم هو في واحد اتكلم فيه وبيقول لك انا كموظف دولة انا الوحيد اللي حاسس اني بتاخد مني ضرائب، لانه الضريبة لانه الضريبة بتتاخد منه المنبع زيه زينا. ما هو ما فيش مشكلة. المهم ان اي تشريع ضريبي او اي قانون ضريبي زي ما قلت لحضرتك في حلقات قبل كده من اكتر من سنة او اتنين، الضريبة فريضة نقدية بتدفع غير الرسم. الرسم بتدفعيه مقابل خدمة. طيب الضريبة هل لها خدمة؟ نعم. لما اجي اقول لحضرتك ان موارد الدولة حاليا في السنوات الاخرانية فيها من 70-75% ضرائب، طيب ما تشوف الاستخدامات بتاعة الموازنة، الاستخدامات بتاعة الموازنة، شوف الأجور والمرتبات اتحركت قد إيه، شوفي النسبة للدستور أقرها، دستور 2014 أقرها بالنسبة للتعليم، بالنسبة للصحة، النسبة مزوتها في الموازنة بتاعة 2015-2016، ده حضرتك زايدة فيها بهدف رفع الخدمة أو تأدية الخدمات بشكل كامل. أنا معاهم أن الخدمات ربما تكون فيها قصور في أدائها، لكن النهاردة لما تشوفي حضرتك في الصحف النهاردة رئيس الوزراء كان مع شيخ الأزهر في افتتاح مستشفى الأزهر، هل ده مش خدمة صحية؟ مش معناه أن أنا بركز علشان الخبر ده، لا، هو الهدف أن أنا أقول هل الأموال اللي جات دي لتطوير مستشفى الأزهر من إيه؟ ما انت ما عندكش موارد زي ما قلت لحضرتك الا من الضرائب وبعض المساعدات بنسبه ما تزيدش عن 25% او المنح. ده معناها ان انت مولت منين؟ مش مولت من الضريبه. الضريبه يا سيدتي دائما الهدف منها لها اهداف اقتصاديه واجتماعيه، من ضمن الاهداف الاجتماعيه الاهداف الصحيه، اهداف الطرق والمواصلات، اهداف التليفونات، اهداف طبعا. الخدمه، اهداف التعليم. وان كان انا معاكي، لكن هناك امور معايا في ايه بس؟ معاكي في ان هناك امور اخرى غير الضريبة في الدولة فيها قصور، فبتشعر المواطن ان الخدمة غير موجودة. يعني مثلا لما تيجي حضرتك في التعليم، ما هو دورنا في الدروس الخصوصية اللي خدت كل اموال كل الاسر بتاعتنا في مصر؟ حضرتك تقصد ايه دور الضرائب يعني؟ طبعا دور الضرائب ودور الدوله. دور الدوله ان ما حققتش يعني تعليم جيد، وبالتالي بقى في تعليم موازي. جميل، مش كده؟ طيب يبقى اذا حضرتك ده اللي انا اقصده، لكن هل هنا الضريبه اثرت في الاموال المتاحه في موازنه الدوله على ابواب الانفاق بتاعتها؟ ما هو المواطن ما يهموش التفاصيل دي، هو يهمه في الاخر المنتج النهائي. انا بدفع ضريبه، وده طبيعي جدا ان انا الاقي خدمه. دي حقوق يعني انا لا اختلف فيها. الدوائر اللي حضرتك بتقول عليها في المنتصف دي من 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 دفعه للضريبه لغايه ما يحس ان هو اخدها، دي ما تعنيش الحقيقه المواطن، مش شغلته دي، مسؤوليه دوله، مسؤوليه وزارات، يعني سلطه تنفيذيه في المقام الاول. يعني احنا قلنا محتاجين لتعاون كل اجهزه الدوله في تحقيق الاستثمار، سواء كان مباشر او غير مباشر، محلي او اجنبي، وطني او اجنبي، في تحقيق اهداف خطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. مش احنا لما بنتكلم عن معدل النمو في اول الحلقه ازاي نرفعه 7.5؟ ما هو ده معناه معدل النمو، ده معناه ان الايرادات اللي هتاتي من الضرائب تستخدم في المجالات المحدده ليها. وتراقب من ورغم ان كمان حضرتك بتقول ان احنا محتاجين اعاده توزيع لنسب الانفاق، يعني في بعض المجالات اوجه في الموازنه او منها الاستثمار يكون ليها يعني نصيب اكبر، الموارد الصحه والتعليم نصيب اكبر. طبعا ده الاساس في يعني احنا كمان مش محتاجين الانفاق بشكل جيد وفي نوع من انواع الالتزام لهذه المنافذ، ولكن ايضا اعاده توزيع النسب على هذه الالتزامات. باكد عليه ان الضريبه مصدر دائم للتنميه،
علاقة بالاستثمار بقى يا فندم؟ علاقة الضريبة بالاستثمار؟ هقول لحضرتك. الضريبة لما تيجي تبص في قانون الضرايب هو المرآة العاكسة للاستثمار في مصر. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تقري قانون الضرايب وتشوفي في حوافز قد ايه للمستثمرين تقومي تقولي ايه؟ ده الدولة هتشجع الاستثمار. لما تبص للنصوص بتاعته وتشوفيها تقولي لا والله ده الدولة بتتحفظ في الاستثمار، ده الدولة بتشجع المستثمر الأجنبي عن المستثمر المحلي، الدولة ادت في المجال ده إعفاء أو ما ادتش. طيب يبان منين بقى؟ شوف حضرتك في القانون 17 هنبتدي بالحوافز دي. اللي أنا كنت عاوز أأكد عليه من الأول كده إن لما عملنا التشريع القانون 91 لسنة 2005 كان توجه الدول كلها أو الدولة مش منح الإعفاءات بشكل مباشر لكل المشروعات والمنشآت، لأنه ما عادش الإعفاء هو الهدف الأساسي أو الجاذب الأساسي للاستثمار. كما أن الإعفاءات الضريبية بشكل كامل لبعض الشركات والأنشطة معناها أن أنت عندك طاقة المجتمع اللي بتدفع الضريبة جزء منها هتشيل منه عبء الضريبة تغفل عبء الضريبة للجزء الآخر. فده كان من عيوب الاستثمار. فكان توجه الدولة من القانون 91 لسنة 2005 حتى بدأت تلغي كل الإعفاءات الموجودة في القانون 8 لسنة 97. طيب ليه بقى؟ قالت لك ان الهدف ان انا لما اديله فئة ضريبة او سعر ضريبة معتدل هو ده الجاذب الاستثمار. ثانيا انا عاوز اوسع قاعدة المجتمع الضريبي، يعني عاوز الناس الخاضعة للضريبة يبقى اكتر. طيب نخلي سعر الضريبة من سنتها كان 20%، وده سعر كان تنافسي جاذب ومشجع وتنافسي للاستثمار. بدأنا في سنة 2011 لما كنا في وقت المجلس العسكري صدر المرسوم بقانون زودنا سعر الضريبة من 20% لـ25%. هتقولي لي ده جاذب للاستثمار؟ أقول لك لا، لأن كل ما زودتي سعر الضريبة معناها أنه الربح اللي هو جاي عاوز يحققه مش هيحققه، فيقول لك لا أنا مش هستثمر في مصر دلوقتي. بس النسبة بسيطة قوي من 20 25 ما هياش يعني العدد الكبير يعني أو القفزة الكبيرة. أنا هتناولك الإعفاءات أو الحوافز الأخرى. تمام. الحوافز الأخرى للاستثمار في القانون بقى 17 لسنة 2015 اللي هو بتعديل قانون الاستثمار قال لي إيه؟ في المادة الثالثة فيه قال لي إن أنا بضيف فقرة للمادة الثالثة في القانون الضريبة على المبيعات 11 لسنة 91. إيه الفقرة دي؟ إن أنا بقول له ياللي أنت بتستخدم سلع، اللي أنت بتستخدم آلات ومعدات للإنتاج بدل سعر الضريبة عليك ما هيبقى 10% لا هيبقى 5%. دي أول حافز. الحافز الثاني في المادة 31 في نفس القانون ان انا قلت له لو انت استخدمت، شوف اللي انا خفضت سعر الضريبه من 10 ل 5، قلت له لو انت استخدمت هذه الالات والمعدات في انتاج سلعه او اداء خدمه خاضعه للضريبه هخليك ترد الضريبه مع اول اقرار شهري. لا عايز افهمها اكتر، بس نطلع فاصل كده سريع ونرجع مره تانية، محتاجه شرح الجانب ده. ماشي. اتفضل. بس الإعفاءات والحوافز هي اللي بتجذب المستثمر، خلينا نتفق على ده. زي ما قال لنا سيادة المستشار لازم يكون في مناخ كامل متكامل بيضخ هذه الروح والطاقة الإيجابية اللي تشجع المستثمر المواجه. لكن احنا بنتكلم يعني على الحوافز يعني والإعفاءات من الناحية القانونية. قادر أفهم الحافز الأول هو تخفيض من 10 ل 5 سهلة دي، لكن الثاني هو شوية محتاج شرح من حضرتك. هو يقصد إيه هنا في التعديل في المادة 31 الفقرة الثانية فيه؟ يقصد إنه الراجل رغم إن أنا أديتك في الفقرة الثالثة في المادة 3 إن أنا خفضت لك سعر الضريبة، لا ده أنا كمان بقول لك أنت ترد الضريبة دي مع أول إقرار شهري بتقدمه. بمعنى طب وإحنا معنى إيه؟ استورد... إنت حاطين عليه ضريبة وهو يرد الضريبة مرة ثانية؟ ما حضرتك إيه؟ أنا علشان أشجعه في
الانتاج الاقتصادي واداء الخدمات. ما هو ده مفهوم التنميه. وعشان كده بنقول الضريبه هي مصدر دائم للتنميه. فانا يا سيدي انا خدت منك 5% مثلا، انت بتقدم الاقرار بعد شهر ولا اثنين، مع اول اقرار شهر بتسترد هذه الضريبه من تاني. بس بشرط، بس هيبقى انا ما خدتش منه حاجه كده. ان لا، ما هو انت انا بشجعه عشان ينتج سلع او خدمات او يؤدي خدمات. يعني انا مش مهم عندي الضريبه، الضريبه دي وسيله في الحاله ديت للتنميه والانتاج. ايوه الحافز هنا هو الاقتصاد في الانتاج والتنميه. مش احنا قلنا الضريبه احد، يعني مش بس مصدر فلوس لكنها عامل من عوامل التحرك والنمو في المجتمع وزياده الانتاج. كل ما انتجت كل ما اعفيتك من الضريبه. اهداف الضريبه في هدف مالي، هدف اقتصادي، هدف اجتماعي. هو ده الهدف الاقتصادي لاغراض الاقتصاد والتنميه الاجتماعيه بشكل مباشر، اللي هي الفلوس تدفعها لي بشكل مباشر. يبقى اذا ال 5% اللي خفضها بدل 10 خلاها 5% على الالات والمعدات للانتاج، ثم قال له رد الضريبه بس انت تستخدم الالات والمعدات دي في انتاج سلع او اداء خدمه خاضعه للضريبه. دي حافزين اهو موجودين. هو في سلع وخدمات خاضعه للضريبه، وفي خدمات وسلع ثانيه. ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات مش خاضعه. في سلع معفيه. معفيه. في سلع معفيه. وفي خدمات معفيه. تمام. حضرتك الحاجة الثانية من ضمن الحوافز اللي ضافها في القرار بقانون 17/6/2015 في المادة 13 فيه. قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية في المادة 4 فيه قال تستبدل أو تعدل هذه المادة إن الشركات والمنشآت الخاضعة للقانون 8 لسنة 97 لما تستورد آلات ومعدات وأجهزة لازمة لنشاطها أنا بدل 5% الضريبة الجمركية خليها 2% برضه لضخ معدات طبعا يعني تشجيع الاستثمار، استثمارات تشجيع الاستثمار. ما انا لما اجيب الات وانتاج يبقى انا في انتاج، يبقى هطور المنتج بتاعي، يبقى في منتج، هيبقى في عائد، هيبقى في ربح، هيبقى في ضرايب هتعود تاني وارجع امول بها تاني. ده بالنسبه لقانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه. نيجي بقى كمان بالنسبه لقانون ضريبه الدخل. استبدل الماده 27 فيه واللي هي خاصه بان انا اخصم نسبه من تكلفه الالات والمعدات المستخدمه والمستثمره في الانتاج سواء كانت جديده او مستعمله من وعاء الضريبه على الدخل، سواء للشخص الطبيعي او للشخص الاعتباري، بشرط امساك دفاتر وحسابات منتظمه. زي لو انا شركه النهارده او مواطن في مصر او مستثمر من بره وليا مشروع هنا، وجيت اشتريت اله سواء كانت جديده او مستعمله تكلفتها كان مثلا 1,000,000 جنيه، قال لي ان انا هديك ميزه. ده اللي غيره بقى في القانون ده او في القرار بقانون ده، ان جعل الخصم ده جوازي لصاحب هذه الاله، للممول. مش مصلحه الضرايب هي بقى اللي هتقول يخصم، لا هو اللي يقول بناء على طلبه يخصم يا اما. فدي حافز جديد انه ال 30% دول تتخصم من وعائه الضريبي. يعني لو عليه لو وصل ارباح 1,000,000 جنيه يبقى ال 30% تتخصم مثلا من 1,300,000 جنيه يتخصموا من الوعاء الضريبي، يبقى هيقلل الوعاء الضريبي وهيقلل الضريبه. هذا حافز اخر من ضمن الحوافز الضريبيه. جه حصل تعديل الفتره اللي فاتت بالقرار بقانون 69 لسنه 2015. عمل ايه؟ زود الشريحة المعفية الأولانية بدل 5,000 خلاها 6,500. معنى كده إن في 1,500 بقوا معفيين. يعني الوعاء سي لو أنت عندك 20,000 في نهاية السنة، لو أنت بتزود النشاط تجاري وصناعي، بعد ما تخصمي كل أرباحك الباقي هتخصمه منه 6,500 بدل 5,000 شريحة معفية، والباقي هيخضع للضريبة. انت بقى الموضوع ده انعكس على العاملين في الدولة اكتر، زي ما كان الاخ اللي في التقرير بيقول ان موظف الدولة فعلا هو اللي بيدفع ضريبة لانه بتتخصم منه من المنبع، ولكن انا لما زود له الشريحة المعفاة بدل 5,000 6,500 وعنده 7,000 كمان معفيين في السنة، يبقى انا معنى كده زودت له اعفاء بدل 12 في السنة ل 13,500 في السنة. خفضت سعر الضريبه في هذا القرار بقانون، بدل كان فيه الرئيس عدلي منصور بالقرار بقانون 44 لسنه 2014 كان عمل ضريبه اضافيه مؤقته بمعدل 5% ليزيد عن 1,000,000 جنيه.
اللي يدفع 5% بالإضافة بالإضافة للضريبة بتاعته. طيب أنا جيت في هذا القرار بقانون قلت إن هذا القانون السنة دي فقط هيطبق 5% وبعد ذلك هتلغى. يعني تقريبا اتلغت. وخليت السنة دي فقط. هتسري على السنة دي فقط. واتلغت خلاص لأنه زي ما أنا بقول لحضرتك. كل ما كان فئات الضريبة معتدلة ومقتربة من الواقع كل ما ده كان جاذب للاستثمار. خلى سعر الضريبة النهائي 22.5% بدل 25%. وده رجعنا تاني لسنة 2005 اللي كان فيها سعر الضريبة بنحاول ان هو يبقى 20% بحيث انه يجذب استثمار اكتر. لا، الضريبة دائما هي حافز ودافع للاستثمار، ثم تدور العجلة والاستثمار يؤدي الى ارباح والارباح تؤدي الى ضريبة، ثم اعود باستخدام الضريبة او اعيد استخدام الضريبة مرة اخرى في تحقيق الاستثمارات سواء كانت محلية. فانا كده بشجع المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي عن طريق احد وسائل جذب الاستثمارات في مصر هو الحوافز الضريبية. طبعا يعني كلام حضرتك مفهوم اكيد، لكن برضو عايزين نطمن السادة المشاهدين. والحقيقة في صوت كده بيقول انه يعني احنا ندي حوافز للمستثمرين ونشجعهم يبقى في اعفاءات، بس ده ما يكونش على حساب موازنة الدولة والفلوس اللي داخل الدولة. فبرضو طبعا انا قادرة افهم الكلام حضرتك بتقوله، بس حضرتك قولهولي بقى وصيغهولي بشكل واضح جدا انه يبقى في موازنة برضو. انا يعني بحفزك وبديلك اعفاءات، لكن ده في حدود معينة بما لا يخل بمصلحة الدولة واي خلل قد يحدث في ميزانية الدولة. انا بس عاوز اقول لحضرتك انه الدول بتتصارع كلها زي ما انا قلت لك في اول الحلقة، سواء كانت دول متقدمة او دول نامية، كلها بتتصارع لجذب الاستثمارات. فمش معنى ان انا ادي حافز ضريبي معناها ان انا بخل بواجبات الدولة تجاه افراد المجتمع، بل بالعكس. زي ما احنا قلنا النهاردة موضوع الصين وموضوع سنغافورة وموضوع روسيا وموضوع اي دولة عربية او اجنبية الهدف منه هو جذب رؤوس الاموال. جذب رؤوس الاموال زي ما حطينا في التشريعات كده، دي وسائل لجذب رؤوس الاموال، لكن مش معنى ذلك أن هذه الأموال تستخدم في المجالات التي توضع في الموازنة ولها حدود إنفاق ولها ضوابط ولها ضوابط للإنفاق. يعني حضرتك بتقول إن ده ما بيأثرش بأي شكل من الأشكال. لا طبعا، ده بالعكس موازنة الدولة ده يضخ أموال أكتر للموازنة. موازنة الدولة حضرتك بتحدد الموارد اللي هتدخل الدولة السنة دي، إيه استخدامات الأموال دي هستخدمها في إيه. إذن وده حضرتك زي ما احنا بنقول بتعتمدها السلطة البرلمانية أو سلطة البرلمان أو مجلس الشعب تشريعي اللي مخلي فيه فجوة بين الناس وبين النهاردة، لأن السلطة التشريعية معناها أن عضو مجلس الشعب يمثل كل دائرة في المحافظة. فأنت لما ينقل الموازنة ومواردها واستخداماتها أعتقد أن هذا المفهوم هيبتدي أن الناس فيها لها حدة في الموضوع أكثر. ده ولكن الدولة بأجهزتها المختلفة، وبأكد أن الدولة كل الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيق القوانين اللي يحقق الخدمة للمواطن المصري. والله معك قلبا وقالبا. ما انا بقول لحضرتك لا يوجد، لان احنا بنفضل انا النهاردة انا عندي مصلحة الضرائب من 14 لـ 39. 14 لـ 39 مش عاوز الهدف المالي. ايه 14 لـ 39؟ اللي هو بداية اول قانون ضرائب صدر في مصر ومصلحة الضرائب الداخل اتعملت في مصر. لغاية 39 ده قرار برضو؟ ده قانون. اخر ده قانون. لا ده قانون حضرتك. ما فيش قرارات بقانون اللي هي في الفترة اللي فيها مجلس تشريعي. ايوه طبعا. فهنا علشان الامور ما تعرفش لازم يصدر قرارات بقوانين، ولكن هي غالبية الناس ما تعرفهاش. نأمل بوجود مجلس النواب. طبعا كل ما كان مجلس النواب موجود مجلس النواب وبين الناس البسطاء يعني يفهموا الموضوع ده. ولكن أؤكد أن أنا ممكن أعمل تشريع جيد سواء في الاستثمار سواء في الضرائب سواء في التنمية المحلية سواء في الداخلية سواء في الجيش سواء في الصحة سواء في التعليم، أعمل تشريعات كويسة ولكن التنفيذ لم يكن على نفس الدرجة من درجة الجودة في التشريع صفر. فأنا بكده بوقف كل شيء.
طبعا اكيد. فلا بد ان يكون اقل من صفر كمان، لان طبعاً ربما يكون انا بامل او بطمح ان يكون في تشريع عشان انفذه، لكن الاحباط الحقيقي لما يكون في قانون ومشروع قانون وتشريعات جيده جدا وملهاش مجال للتنفيذ على ارض الواقع. وباكد كمان حضرتك على تكامليه الرؤيه. تمام. تكامليه الرؤيه تعني تكامل السياسه، تعني تكامل الاجراء اللي انا هاخده عشان احقق ده. بمعنى ان الرؤيه الاستثماريه لابد ان تكون واصله لوزاره الخارجيه، وهو ده ما يحدث حاليا في الزياره، ان وزير الخارجيه موجود. لابد التنميه المحليه طبعا، لابد ان يعرف يكون توجه الدوله تجاه الاستثمار، وزاره الصحه، وزاره التعليم. يا ساده يا ساده، كل الكل مجند لخدمه هذا الهدف، لخدمه هذا الهدف صحيح. اللي بيخدم المواطن في النهايه. انا بشكر حقيقه جدا لتشريفك يا فندم، وفكرتك اكيد وصلت وحاسينها قد ايه وطنيه وخالصه، يعني الوجه الله والحب الوطن بدون اي مصالح. يعني بشكر جدا تشريف سياده المستشار عبد العاطي مغاوري رئيس لجنه الطعن الضريبي بوزاره الماليه ومحاضر بمراكز التدريب الضريبي، لاكد لنا مرات ومرات ان الضريبه هي المحرك الاساسي لاي مجتمع، المجتمعات محرك اساسي للتنميه بشكل كامل. مشكور تشريفك لينا جدا سياده المستشار. شكرا ليكي ولكل الساده المشاهدين. يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في تمام الرابعه على الهواء مباشره بالقانون.